مرحبا وسلام عليكم. فيديو جديد، تنسون اللايك والاشتراك ولا تنسون الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. لا تنسون الاشتراك يا جماعة، ما بقي شيء نوصل على 2000 مشترك. وبسم الله نبدأ لعبتنا اليوم. راح تكون محاكي مقهى الانترنت او محاكي مقهى الالعاب يا جماعة. راح تكون زليتنا بالمقاهي يا جماعة. عارف اني سويت مقهى لكن مختلف يا جماعة. فكرة اللعبة ان المقهى فيه العاب، الناس تجي تلعب العاب فيفا ماينكرافت امثلة يا جماعة، مو تشرب قهوة او شيء اخر، يعني تجي تلعب العاب. راح تفهموا السلسلة شوي يا جماعة. إذا ودكم تستمر اللعبة جماعة ورونا دامكم باللايك والاشتراك في القناة، يعني راح تصير السلسلة في القناة بالتأكيد إذا وجاء دام على هذا الفيديو. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخرج من بيتنا يا جماعة اللي ساكنين في عمارة يا جماعة، وتذكروا الرقم يا جماعة، الرقم 233 يا جماعة، تذكروا 233. أتفكر يا جماعة لما أخلص الشغل أروح مباشرة نحو 233. الله، أغلق لي باب المعمارة والحين نكتشف شوي المدينة يا جماعة، شوف المنطقة كيف يعني مسوي. الله، عمارتنا أسطورية والله أسطورية. لف في المدينة يا جماعة، نستكشف المدينة، نشوف ناس يا جماعة، نشوف يعني المدينة كيف صايرة أجواءها يا جماعة. ارحب 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 يا جماعة، والله ناس كثير، والله ناس كثير يا جماعة. المدينة بس شوي وسخة، لازمها تنظيف شوي. يا هلا، السلام عليكم. ما تكلم معي، يلا سري يلا سري. عليك وعلى اشكالك يا كلبي يا حثالة. جحدني جحدة، الله يقطع بليسه يا جماعة، ما اهتم له. يلا يا جماعة نروح نفتتح محلنا يا جماعة، نلفلف شوي في المدينة. وش ذا؟ استغفر الله، مكان وسخ يا جماعة. طاهر القلب نبي ذاكر لله. ما عجبتني ذي الشاشة، راح اشتريها من السوق يا جماعة، يعني لما اسوي البي سي عندي شاشة، يعني بدون ما اشتري الشاشة من موقع الالكتروني. يا الله، المكان نظيف جدا يا جماعة، والله المكان نظيف، والله المكان نظيف 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 نظيف. راح ياخذ مني وقت يا جماعة، راح تشوفونه بالتسريع بالتأكيد. لا تنسى الاشتراك، ما بقى شيء على المشترك، ولا تنسى اللايك. الحمد لله كملنا تنظيف يا جماعة، أخذ مني وقت مو طبيعي يا جماعة، الحمد لله إني كملت التنظيف، الحمد لله أخذ مني وقت يا جماعة. وش ذا الطقم كأنك لاعب كورة؟ تعرف ذاك اللي يلبس لبس رياضي في مباراة الحارة بعدها يحطه ذاك. شوف لي على الكرشة، أحب الحبي الكرشة. أوه جماعة قائد، لا واشم يا الحمار، قائد ومين قائد؟ وش قائد؟ قائد الدكة. يا جماعة الحين ندخل على الزامازور يا جماعة، امازون بالتأكيد في الحقيقة، نطلب اغراض البي سي يا جماعة. اولا نطلب اغراض البي سي، نسوي بي سي اسطوري، عندنا شاشة مونيتور. الحين نطلب كمبيوتر كيس، نطلب ماوس، كيبورد، طاولة، كرسي. ايزي يا جماعة، ايزي يا جماعة. وصلت الاغراض يا جماعة، الحين نصفها واحدة واحدة يا جماعة، بشوي يعني نركز يا جماعة على المخمخ، نسوي مكان اسطوري. لازم نبدأ بصف الاغراض. اولا يا جماعة الطاولة تكون هنا، والكيس مكانه يكون هنا، ايزي. المونيتر او الشاشة يكون في ذا المكان، ايزي. اللي بعده الكيبورد هنا، ايزي. اخر شيء معانا الماوس، واكتمل البي سي وصار بي سي اسطوري جاهز. بس نعدل الكرسي وحطه، صار معانا اول بي سي جاهز للاستعمال في متجرنا او محلنا، محاكي مقهى الالعاب او مقهى الالعاب الخاص فينا. الحين وش نسوي؟ نحمل العاب في البي سي عشان تجي الناس تستمتع بالالعاب الخرافيه. اول لعبه يا جماعه جي تي اي، بعدها فيفا 20 يا جماعه، مستحيل قديم اقدمك. بعدها وش ذا يا جماعه؟ اشتري اي لعبه امامك، اي لعبه. ماينكرافت ايضا يا جماعه حملها بالتاكيد يا جماعه، راح نلعب الالعاب اللي تستعملها الناس. كونتر يا جماعه ايضا، لاست اوف اس ايضا، بارت 22 يا جماعة. وش اشتري ايضا؟ بوج رويال، هذه ببجي موبايل يا جماعة، ايزي يا جماعة. اشتري الالعاب المشهورة، يعني نستقطب الناس يا جماعة، والله عجبتني كلمة نستقطب. نستقطب الناس تجي تلعب العابنا الاسطورية. يا جماعة فكر في شيء، تفكرون وش افكر؟ هنا يا اخي، ناول اخي، ناول يا اخي، مسوي سحيب قفازاتك ذي كانك حرامي. خلاص والله ما عاد عيد الذب الممثل. هرب المقطع سوبيا انت، يا الله والله قفتوا يا سوبيا. تعال هنا للسحيب، سوي نفسك سحيب انت ولحيك ذا كانك حرامي. لا وش ذي قال؟ قفازاتك مو لحيك يا حمار، انا حمار يا جماعه. ايش فيه؟ ايش فيك؟ لا لا لا، وش فيك قامض؟ ايش فيك؟ اطقع عني نفسك، اطقع. ايش فيك قامض؟ والله انك قامض
قام طلع فيها بشكل مو طبيعي. يا جماعه هذه الغرفه اخصصها منطقه اركيدات يا جماعه، فقط العاب اركيد يا جماعه. شريت 4 العاب اركيد، كذا صار عندنا 5 اجهزه نقدر نستقطب والله يعني الكلمه الاسطوريه، والله صارت اسطوري يا جماعه. نقدر يجونا 5 زبائن في اليوم في يعني دفعه واحده كذا يا جماعه. والله كفو يا جماعه، الحين نسوي ثاني اركيد الحين يا جماعه. والله يا جماعه كذا بدون اي مشقة جماعة، $1,000 أو $2,000 على الوحدة أركيد واحدة أسويها، أجيب منها 4. هذه الغرفة تروح كلها أركيد يا جماعة، تكون غرفة الأركيد جماعة. خلاص ركبنا جميع الأركيدات 4 كذا، غرفة فيها 4 أركيدات، فيها 4 أشخاص ممكن يجونا في مرة واحدة يا جماعة. الحين يا جماعة راح نفتح المحل غدا، مو اليوم بكرة يا جماعة. أعتقد أن الوقت يا جماعة الساعة 11 يا جماعة. خلاص والله نروح المنزل يا جماعة، والصباح رباح يا جماعة، غدا نرجع ونسوي شغل أسطوري. الحين ننام يا جماعة، والصباح رباح إن شاء الله، ربح أسطوري رح يكون غدا افتتاح المحل بكرة إن شاء الله. سلام عليكم. السباك تحسب نهاية الفيديو يا السباك، حط لا 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 تخرج، لا تخرج لا تخرج لا تخرج، حركة بسيطة يعني لعبت معاك، لا خفيف خفيف، حط لايك حط لايك. ناكل دونت والحين نتجه مباشرة على المحل يا جماعة. وصلنا المحل الحمد لله. وش ذا مين وسخ المحل؟ الجن جاي يلعب يعني، وش لعبتوا ماينكرافت أو فيفا؟ والله يا جماعة مستحيل مين وسخ المحل؟ جاب لعب الجن كذا، لعب فيفا مباراة تحدي للغميضة، لا مستحيل، تحدي البناء في أقل من 5 دقائق ماينكرافت يا جماعة. لا وش ذا الغرابة يعني، كل يوم أصبح كذا ينظف، مستحيل. الحين أقوى لحظة يا جماعة، راح نفتتح المحل لأول مرة يا جماعة، نفتح الباب وراح يجونا الزبائن. تعالوا ارحبوا ارحبوا ارحبوا، تراحيب بالمطر، محل أسطوري فتح لكم، عندنا جميع الألعاب، جميع الأشكال، محاكيات، فيفا، ماينكرافت، جميع أفضل الألعاب لدينا في السوق، لدينا في المحل. وش ذا؟ ما عرفت أتكلم. يا ارحب ارحب يا الطبيب، وش تزوج هنا؟ ارحب ارحب يا الأسطورة، زعلان والله راح تنبسط، ارحبوا ارحبوا ارحبوا، يلا على القميص الأسطوري والسروال، يلا يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم، ما في زيهم. وش ذا؟ لابس الصليب يا حمار، تعال والله. لا ليش تلبس الصليب؟ لا تلبس الصليب يا حمار، لا تلبس الحليب، لا تلبس الصليب يا حمار. جماعة قاعد يلعب جي تي اي، الله عليك. بس عندنا حصريات يا جماعة، جي تي اي 6 لحد الآن يا جماعة ما نزلت حتى 2025 يا جماعة، بس عندنا حنا يا جماعة نستبق الأحداث. جي تي اي 6 يعني تجي تلحق ما تلحق، وش مسوي؟ والله لا طقك والله. 1 2 3 سلم على الشهداء اللي معك، يلا سلام عليكم. فطس خلاص فطس يا جماعة، انت مو قلت لك نحي الصليب؟ يلا القم، ما عندي 1 2 يا جماعة كذا لازم. وش تسوي كذا في المحل؟ ليش دخلت المحل؟ مين سمح لك تدخل المحل؟ مين سمح لك؟ المرة الجاية والله لا اضربك، المرة ذي سامحتك، المرة الجاية لا اضربك، مشرد ومشرد والله تضرب، تنجلد من عندي. انت مو قلت لك المرة الجاية اضربك والله ضربتك؟ تلكم مو المرة الجاية، المرة اللي قبلها قلت لك ما تدخل، حتى اسمح لك انا، ليش تدخل؟ وش عندك هنا؟ الله تفطس والله معي تفطس، تنجلد 1 2 انا معي، انت صاحب القبعه وصاحب له والله يدفع يا جماعه، يعني ما عنده كثير وهو يلعب يا جماعه، تقريبا فوق ال10 دقائق وهو يلعب. تعال ما تدفع والله لا تفطس، والله لا تفطس، ادفع افضل لك، ادفع. ايوه دفع 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 دفع، زدنا يا جماعه $306 يا جماعه. ليتس جو. اوه يا جماعه تلعب ماريو، والله يقدمك يا حبيبي، عندنا فيفا، عندنا اشياء اسطوريه، ايش ما تلعبينها؟ جي تي اي، فيفا، ذا لاست اوف اس، لحد الحين يا جماعه ما شفت اي احد يلعب ذا لاست اوف اس يا جماعه لحد الحين. يا جماعه دخلنا تطبيق التقييم تقريبا يا جماعه، اي هاد جود تايم، اي هاد جود تايم، 3 اوه يا جماعه ذا واحد، ايش فيه؟ اي لاف ذيس ريتو جيمنج ماشين، يا جماعه يحب الاركيد يا جماعه، تقييمات يعني جيده حلو يعني في البدايه، 3.35 نجمه يا جماعه والله حلو
والله حلو حلو حلو. جماعة ندفع الفواتير جدنا $344 يا جماعة، الحمد لله دفعناها، ما يجي أي شرطي يجي يظلمنا ويغلقنا المحل. وش أسوي جماعة الحين؟ راح أعدل الديكور المحل، راح تشوفون الديكور يا جماعة، راح تشوفون يعني في النتيجة في الآخر راح تشوفون الديكور الأسطوري اللي راح أسويه يا جماعة. قيموا الشكل قبل وبعد يا جماعة، تغير أسطوري. أنت قلت لي ما تكلمني، ليش جيت هنا؟ يلا انقلع. لا لا خليه يلعب يجيبنا فلوس يا جماعة. تغير الشكل يا جماعة مستحيل، تغير الشكل 100 و 2050 درجة يا جماعة. يا جماعة مستحيل تغيير الشكل مو بطبيعي. وصلنا شقتنا يا جماعة، وبكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، ولا تنسوا الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، ولا تنسوا دعاء الإخوان في فلسطين، اللهم صل إخوانا في فلسطين، يرحم أمك. إذا عجبك المقطع ودك تستعدني اضغط على زر الاشتراك. ودي أوصل، ودي أوصل إلى 2000 مشترك قبل نهاية السنة، ساعدني واضغط على زر الاشتراك الحين يا جماعة. إذا ما ضغطتوا يرحم أمك اضغط على زر اللايك أيضا. السلام عليكم.